أعتقد صار واضح بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا لكثير من العراقيين أن مصطفى الكاظمي ليس رئيس حكومة كاملة القوة والصلاحيات بقدر ما هو رئيس مقاومة شعبية أو شبه شعبية تحاول أن تستعيد الدولة من ميليشيات سيطرت على القرار الأمني منذ تشرين الأول الماضي. رئيس حكومة يضطر يدز جهاز مكافحة الإرهاب إلى منفذ حدودي تجاري حتى يضبط التجارة في منفذ زور باطية اللي هو منفذ ثانوي جدا وصغير، مو صفوان أو الشلامشة أو طريبيل، يضطر يستخدم أشرس كوماندوز بالعراق يدز. يعني هذا معناه أن الدولة تدار من قبل قتلة وعصابات. اليوم اللي الشباب اللي ضربوهم بالبصرة الثلاثة معناه العصابات تريد تقول الكاظمي وانت رايح بطريقك لواشنطن راح نثبت للأمريكان أننا بدأنا موجة اغتيالات لكل من يريد العراق خارج المشروع الإيراني. إيران لا تريد المفاوض العراقي أن يكون مفاوضا ذكيا وقويا وينشئ يطلق حوارا مع العالم من أجل أن يخرج من كونه دولة فاشلة. إيران تريد العراق ورقة في إيدها تتحكم به وفق برنامجها. بينما السؤال العراقي لإيران هو بسيط، خاصة الشيعة العراق يطرحون هذا السؤال، يقولون للإيرانيين لماذا يجب على كل الشيعة أن يحترقوا حين تقرر طهران أن تحرق شيعة العالم؟ شيعة العراق بالشراكة مع باقي المكونات بدأوا يختطون مسارا منفصلا عن المسار الإيراني. هذه هي المواجهة التي تدركها واشنطن وتدركها طهران بشكل جيد.